برحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة اللي في الحقيقة هي فقرة محبة أو محببة إلى قلبي تحديداً، لأن بنسلط فيها الضوء على عقولنا المصرية الشابة، بنسلط فيها الضوء على الباحثين والعلماء اللي قدروا اللي هم يحققوا طفرة كبيرة، ويمكن ده مش غريب على المصريين. مؤخراً تم الإعلان عن جوائز الدولة في العلوم، وكان من بين الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية ضفنا اللي قدر يطور من خلال أبحاثه مضادات للخلايا السرطانية. المضادات دي مستخرجة من أوراق النباتات بخلاف مجموعة من الأبحاث عن النظم الغذائية الصحية والبيئية وكمان الاستفادة من المخلفات الزراعية. خلينا نتعرف أكتر على الأبحاث دي من الدكتور مصطفى جودة الباحث بمعهد تكنولوجيا الغذاء التابع للمركز القومي للبحوث. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا والحمد لله على سلامتك. لسه وصل مصر امبارح. كل سنة وحضراتكم طيبين، وانا اصلا شرف ليا ان حضرتك تقول الكلام ده، شهاده لوحدها اعتز بيها. يعني بالعكس يا فندم، يعني حضرتك اللي شرف لينا كلنا كمصريين. يعني دكتور مصطفى، عاوزين نعرف من حضرتك في البدايه، بنتكلم على مضادات للخلايا السرطانيه صح؟ تحديدا بنتكلم على سرطان الكبد والقولون، ايه الحكايه؟ بص حضرتك، احنا كعاملين في البحث العلمي وكممثلين للمراكز العلميه في مصر، المركز القومي للبحوث، وده يعني حضرتك بيت المراكز البحثية الممثلة لدولتنا الحبيبة. يعني أما بنيجي نتكلم على أي مركب أو بنيجي نتكلم على أي حاجة ليها علاقة بالعلم، ما نقدرش نقول زي حضراتكم أكيد شفتوا الترند اللي ليها علاقة بالكركيومين، بيعالج وبيعالج وبيعالج. الكلام ده كله طبعا عالي من الصحة، يعني لازم أما بنيجي نتكلم على كلمة ساينتفكلي يعني علميا لازم وفقا لأبحاث دراسات، والابحاث دي حضراتكم بتتكلموا اقل بحث احنا بنعمله ممكن يكلف مليون جنيه، بنتكلم من 750,000 لمليون جنيه عشان خاطر نطلع بيعني شك كده ولا وشعره ليه علاقه ان احنا بنثبت. انا وبنقول يا جماعه احنا مبدئيا بنقول ممكن المركب ده نعمل بيه فرزر انفستيجيشن بقى. هو حضرتك عشان تيجي تقولي مركب مثلا احنا المركب ده نقدر نستخدمه كمضاد للسرطان، دي موضوع بياخد سنين وبروتوكولات صعبه جدا، بتبتدي من فيترو يعني ان انا اشوف المركب اصلا تخليقه وعامل ازاي. حضرتك ممكن تقولي يعني يجي حد يقول لحضرتك كمثل يعني الكركيومين، حضرتك انت عرفت ازاي تستخلصه اصلا؟ طريقه الاستخلاص دي ممكن اصلا نفسها تكسر المركب. المركب نفسه هو موجود في الخليه ممكن يحصل له اي مشاكل اثناء عمليات التخزين. انا قصدي بقول لحضراتكم ليه المعلومه دي، وبعد كده حضرتك لما تيجي هل الانسان لما اكله هل عمليات الميتابوليزم عمليات التمثيل الغذائي اللي جوه الجسم لما انت اكلت المركب ده خلت المركب فضل زي ما هو عشان يوصل للخلايا اللي هي يعمل، ودي اللي بنسميه شغل البيولوجي او مراحل بنتكلم بتكلف ملايين ملايين فعلا، يعني عشان خاطر تثبت في الاخر ان انا ممكن ادي المركب ده لانسان وممكن تاخد فوق 30 سنه يعني عشان نعمل حاجه اسمها بايلوت، يعني الانسان ده يقدر ان هو يعني يكون نجرب نموذج نقدر نموذج نعمل. بعد كده نقدر وده على فكره الكلام ده في اي فارماسيوتيكال، بس احنا طبعا ما بنعملش بايلوتس على البني ادمين، احنا دايما بيبقى البايلوتس بتاعتنا بيبقى معموله بشكل مختلف. حضرتك عشان لا احنا ممكن نوصل للبني ادم، بس الكلام ده حضرتك بياخد بعد سنين طبعا واف دي اي ابروفال وايثيكال كوميتي، يعني يعني لازم ناخد حاجات لجنات اخلاقيات، موضوع كبير جدا. فلما اجي اقول ان انا عملت عشان نكون صريح، بس نكون صريح مع المشاهد، نكون صريحين مع المشاهد، يعني ان احنا عم اجي اقول ان احنا عملنا مركب مضاد للاكسده دي. طبعا في مليون مركب طبيعي مخلق تروروكس، مركبات معروفه سيزبلاتين، المركبات اللي هي بالفعل بتستخدم في عمليات الكانسر والكيموثيرابي، يعني دي مركبات بالفعل مشهوره في المجال ده. طب وخدت ابحاث كتيره وليها سايد افكت. طيب مشكله ده اللي موجود، ده اللي انت ضفته. احنا بقى اللي احنا ابحاثنا ابتدت بيه بحضرتك. طبعا احنا ضفنا تكنولوجي اولا، احنا اشتغلنا على مركب يعني اشتغلنا على مخلفات مركبات، يعني احنا ما اشتغلناش على الاجزاء الاساسيه، يعني المركب اللي احنا اشتغلنا عليه اسمه مركب اسمه برو-أنسينيدين، والمركب ده حضرتكم مش شائع، هو نوع من انواع البوليفينولز ومركب يعني يعني اللي هي مركبات عديده الفينولات اللي هي بيقول عليها فايتوكيميكالز او مركبات نباتيه طبيعيه نقدر نقول عليها ان ممكن تستخدم او تستخدم في العمليات الكيموثيرابي، يعني بس هي طبعا كمركبات مساعده تكميليه. يعني اللي احنا بقى نضيفنا ايه بقى حضرتك في ابحاث، احنا ماشيين حوالي 13 جروب بتاعنا حضرتك، وده طبعا تعاون مشترك ما بين المركز القومي للبحوث وجامعه جيجان. جامعه جيجان دي حضراتكم الرانك بتاعها رقم 3 على العالم في التكنولوجي، وفي حضرتك مدرس فيها. انا بدرس في جامعه جيجان وانا عضو هيئه بحوث هنا حضرتك في المركز القومي للبحوث. البروجكت بتاعتنا كلها عباره عن ايه حضراتكم، ان احنا اول حاجه بنرسم المركب، احنا من الاول بنشوف المركب جوه الخليه عامل ازاي، ودي حضراتكم مش موضوع سهل خالص.
خالص. يعني حضراتكم عارفين ان احنا نشوف يعني طبعا احنا في حاجه اسمها سنجل سيل ستاديز اللي هي تجارب مفرد الخلايا، عملنا اوبتمايزيشن لطريقه عباره عن الكتروكيميكال ميثود او طريقه كهروكيميائيه، وبنستخدم فيها النانو دروب يعني بنستخدم فيها نوع من انواع عارف حضرتك النيدي اللي هي بتاعت الحقنه. نزلنا بالحقنه دي حضرتك لغايه ما بقت نانو في صوره نانو، بحيث ان هي تقدر تخيل حضرتك النيدي اللي احنا بناخد بيها الحقنه دي طبعا. تخش جوه الخليه من خلالها، اقدر اعرف من خلال السيجنال اللي بتطلع او الاشارات اللي بتطلع من الخليه تقدر تقول لي ايه الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي بتاعت الخليه دي. ودي كانت تجربه، وده بفضل الله بحث نشرناه في مجله عالميه. ده البحث اللي حضرتك قارنت فيه الانماط الغذائيه للمصريين بالانماط الغذائيه للمختلف الناس في نفس الفئات العمريه، ده في نفس البحث ولا ده حاجه ثانيه؟ بالفعل ده المنشور في امريكان سوسايتي فور مايكروبيولوجي، ودي برضو ده بحث محترم جدا احنا قارنا فيه ما بين انماط التغذيه عندنا في مصر هنا. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم قبل ما بنيجي نتكلم ان ممكن فعلا المركب زي ما بيجي دي مركب نباتي ده اديه للمصريين ينفع او اديه للامريكان ما ينفعش. فاحنا لازم نعمل زي بيقولوا جينوميك ستاديز ومولوكولار جينوميك ستاديز، وده كان بحث فعلا قارنا فيه ما بين تغذيتنا في المصريين وتغذيه الامريكان. والبحث ده كان في حاجه، ده كان بروجكت ما بيننا وبين جامعه رايتس، ما بين مركز القومي للبحوث وما بين جامعه رايتس ستيت يونيفرستي في اوهايو، وده كان جزء اصلا من الماستر عندي، وكان شانل كان بروجكت كبير جدا. الفكره في البروجكت ده ايه حضراتكم؟ ان احنا اثبتنا ان احنا بنسموها هاي كربوهيدريت كوميونتي، او احنا بنستخدم الكربوهيدرات، شعوب بتاكل، احنا بناكل عيش مش عندها عيش كتير والكلام ده كله. الامريكان طبعا عشان عندهم لحم كتير لحوم كتير والحاجات دي، فالميتابوليزم بتاعهم بيخلي الجسم يعمل كانسر اكتر من عندنا. يعني واحنا اثبتنا فعلا الكلام ده في البحث، الجسم بينتج حاجه اسمها شورت شين فاتي اسيدز او احماض دهنيه يعني قصيره السلسله، دي بتعمل بروتكت الجات بيرمابيلتي، يعني بتحمي اللي عندنا المعده من ان يبقى فيها عمليات تسريب. المعده بتاعت البني ادم حضرتك مش كده، مش فول تايت، هي لا، هي ساعات بيبقى فيها مشاكل وبيبقى فيها دي كده. الناس تاخد بالها بقى من الدايتس اللي فيها هاي بروتين، والدايتس اللي هي قائمه على الكيتوجينيك دايتس، والحاجات اللي هي كل ما هو قائم على الحاجات الهاي بروتين الناس تبقى واخده بالها بقى وهي بتتعامل. طبعا الميتابوليزم، اي حد شغال في التمثيل الغذائي للبروتين معروف ان البروتين الميتابوليزم بتاعه بيؤدي الى يعني بيكون يعني ريسكي اكتر من حضرتك، مش ريسكي بس ده كمان اللي حضرتك كربوهيدريت دايت بتوجه الميتابوليزم بتاع الانسان ان هو يكون اكثر صحيا، يس. انا وخصوصا الفايبرز اللي هي بيسموها نون دايجستبل فايبرز اللي هي الالياف، عارفه موجوده بقى في الحاجات الخضراء، الجرجير الحاجات الخضراء كلها، الحاجات الخضراء. ليه بقى؟ ان دي ما بتتهضمش جوه الجسم بس عندنا في الجسم هنا في حاجه اسمها مايكروبيوتا، عندنا بكتيريا في الجسم بتشتغل على الالياف اللي هي الجسم مش هياخدها، فدي مش هتديها طاقه، بينتج منها مركبات سنوية، والمركبات دي بتأثر بصورة كبيرة، بتعمل فريكشن في جدار الحاجة فبتمنع ان يحصل فيه، بتقلل حاجة اسمها الجات بيرمابيلتي اللي هي ما بتعديش، بتخلي الجات بيسموها تايت جات، يعني يخلي الخلايا بتاعت المسام او الخلايا المغلقة المسام تتقفل، فما يبقاش في اي باثوجينيك كومباوندز تنزل في البلاد ستريم وتبقى بتعمل مشكلة في اليوم. طيب دكتور مصطفى، حضرتك ايضا من بين ابحاثك اكتشفت نوع من انواع الطحالب كبديل غذائي، صح؟ ايه هي الطحالب وازاي دي وهل موجوده عندنا في مصر؟ طبعا احنا اشتغلنا حضراتكم على في بحث برضه احنا ناشرينه على التكنولوجي كمان في انواع الطحالب، طبعا نشر احنا بفضل الله نشر فوق 75 بحث حضرتك في المجلات الدوليه، ولينا مشاركات دوليه ليها علاقه كتب ومجلات، انا اديتور في مجله نيوتريشن، كذا مجله حضراتكم اللي هي عضو هيئه التحرير في كذا مجله علميه. يعني لما بنيجي برضه نتكلم حضراتكم خصوصا في المايكروالجي، احنا عندنا وفد باذن الله هيوصل مصر يوم الاحد الجاي، عندنا لقاء مع السيد رئيس المركز القومي وفي بروتوكول ان شاء الله هيكون يوم الاحد الجاي، وطبعا تشرفونا هيكون في محاضرات في 13 استاذ دكتور جايين من جامعه شيجان، احنا شغالين التيم بتاعنا ده التيم بتاعي حضرتك طبعا بالبي اتش دي ستودنت بتوعي، بعتوا للجامعات المصريه المختلفه كليات العلوم كلهم المايكروبيولوجي طبعا كل حاجه احنا بعتناه لهم باذن الله. طبعا حضرتك بروفيسور خيونج اللي جاي ده حضرتك هو يعني في العلم في عندنا حاجه اسمها اتش اندكس، الاتش اندكس بتاع حضرتك حوالي 80، فطبعا عالم كبير نشر فوق 1300 بحث دولي مجلات اس اي، فمعالم كبير اسم كبير جدا،
كل معظم متخصصه في المايكرو ألجي اللي هي بنسميها الطحالب. بيشتغل بقى ايه بقى حضرتك؟ يعني احنا بنشتغل على انواع من الطحالب يعني ربنا حبانا بيها زي السبايرولينا. حضرتك تسمع عن حاجه اسمها السبايرولينا؟ السبايرولينا دي هتقول لي بقى هي السبايرولينا. السبايرولينا دي حضرتك نوع من الطحالب ممكن تنتجه في مصر هنا بصوره، نوع دي كلها بايرو اكتورز ممكن تنتجه هنا في مصر بصوره كبيره، بينتج اكتر من 40% بروتين. يعني 40%؟ 40% يعني حضرتك ممكن تستخدمه كبديل للحوم. وده والكلام ده مش انا اللي بقوله، ده طبعا ده علم. لما اكتشفنا المشروم كان اختراع. شفت حضرتك نفس الفكره واحنا وده طبعا حضرتك بتتكلم دلوقتي على حاجه اسمها فود سكيورتي او الامن الغذائي. فطبعا البدائل الغذائيه دي هي اللي بتدايركت الكوميونيتيز، مش احنا بس. احنا بنحاول احنا كعاملين في مركز القومي للبحوث بنحاول ندور على بدائل تكون سيف طبعا، ما يكونش فيها اي سايد افكت. وبالفعل احنا عندنا معهد خاص فقط ابحاثه خاصه بحاجه اسمها الكيمياء الخضراء خاصه بابحاث المايكروالجي. يعني عندهم عندنا يونتس كبيره جدا، يعني حضرتك تيجي تنورونا تشوف المركز أكيد. كل ابحاثنا خاصه بازاي تعظم الاستفاده من المايكروالجي. حضرتك انا اديت لحضرتك مثلا السبايرولينا 80%، ادي حضرتك مثلا زي الكوليرا ممكن توصل 60% دهون لليبيد اللي هو الزئ، لو حضرتك ممكن تطلع منها مصدر دهني طبيعي زيت نباتي وامن نباتي امن. وخلي بقى حضرتك كل الحاجات دي طحالب بحريه، كل دي مصادر بحريه امنه جدا للاستهلاك، وحضرتك ممكن تستخدمها كمصدر بديل للمصادر اللي احنا بدون اللي احنا مش عارفين نجيب منين بروتين. صحيح. كاغذيه استراتيجيه. لا هنعرف نجيب منين بروتين وهنعرف نجيب منين زيوت طالما عندنا عقول مصريه مفكره زي حضرتك دكتور مصطفى جوده. بنشكر حضرتك على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر. ده شرف ده، ويعني ان شاء الله دايما في نجاح وتفوق نسمع حضرتك. نورتنا وكل التوفيق لك دكتور مصطفى جوده الباحث بالمركز القومي للبحوث. شكرا لوجودك معنا في صباح الخير، كل التوفيق. نورتنا يا دكتور.